بودكاست عبود ماكسينج متلاشي. ستلتهم عينيك نظر عشرات النساء، ستعجب بالكثيرات وتغرق بالدهشة للكثيرات، ستحن لإحداهن وينتابك الحزن قصير المدى على إحداهن كذلك. ومع مرور الزمن عند وصولك للنضج الكافي سيبقى في قاموس حياتك فتاة واحدة فقط، ستكون أما لأطفالك، منزلا لقلبك، جدارا لروحك، وسادة مريحة لضجيج رأسك، ملاذا آمنا يكتنف داخلك. خبئ أكبر قدرا من المشاعر لها لأنها هي وحدها ومن تستحق وحدها فقط. أعتذر لأني أحبك بهذه الطريقة، ولكنني لا أعرف كيف أحبك بطريقة أخرى أكثر بساطة ربما. وربما أنا أكثر شخص يفتقد إليك ولا يظهر في ملامحه أي شيء من ذلك، أو ربما أنا أكثر شخص يحزنك في الوقت ذاته، يكره حزنك كثيرا، أو ربما أنا أكثر من يرسم الابتسامة على شفتيك ولكنني أرسمها بقلم الرصاص وبلونه الأسود. لذا أعتذر إليك وجدا لأنني أحبك بهذه الغرابة. أتساءل في كل ليلة قبل أن أخلد إلى النوم، ماذا لو ذهبت من هنا فجأة دون سابق إنذار أو وداع أو دون أي إشارة من الله؟ سيكون ذلك مبرحا ومؤلما ومفاجئا لهم. هل سيستمر ذلك أمدا طويلا أم مدة معدودة؟ وهل سيبقى من هو مخاصما لي أم سيسامحوني الجميع؟ وماذا سيحدث لأصدقائي من بعدي والذين أحبهم؟ هل سيتمكنون من حب آخرين من بعدي والمضي من دوني؟ وماذا سيحدث للأشخاص الذين يحبونني ووسادتي ومعطفي وزواياي التي أحبها؟ هل سيتسابق أحد لها ويحتضنها ويذكرني بها أم ستهجر تماما؟ وماذا عن صوري؟ هل سيبقيها أحدهم كذكرى لي أم ستحرق فورا كما هي العادة؟ وهل سيفتقدني أحدهم؟ هنا السؤال الحقيقي.